يواصل المهرجان القرية التراثية في منطقة رأس حيان الذي يأتي تزامنا مع احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية، يواصل فعالياته بإقبال وتفاعل جماهيري كبير. نعم، وذلك لما يتضمنه المهرجان من فعاليات وبرامج وفرص متنوعة للاستمتاع بأجواء القرية التراثية وما تحتويه من مبان ومجسمات عمرانية تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين، وتأخذ الزائر إلى محطات تاريخية مرتبطة بعبق الماضي. كما يشهد المهرجان فعاليات متنوعة للجمهور تجمع بين الماضي العريق والحاضر الجميل، كالفعاليات للموروث البحريني والمعارض التاريخية والتراثية والفرق الشعبية والحرف اليدوية وعروض الفرق الموسيقية للشرطة، وسوق متنوع يضم المنتجات الشعبية والحديثة والمطاعم والمقاهي وبرامج تدريبية وترفيهية للأطفال. سواد العين يا وطني فداك، وقلبي لا يود سوى علاك، نشأت على هواك فتى وفيا، وما عودتني إلا وفاك، رضعت مع الحليب هواك طفلا، فعززني وشرفني هواك، فما لي في سواك حما منيعا، وهل يحمي بنيك سوى حماك، لأنت حديقتي ونعيم روحي، وحسبي نعمة أني أراك، سأنشر في الوراء ذكراك، حتى يفوح بناحية شذاك، عليك وقفت يا وطني حياتي، فما أشهى المنية في رضاك. الحمد لله في ظل ملكنا الغالي إن شاء الله، يا ريت هالقرية على طول ما يبندونها، يعني انيت ما شاء الله المطاعم، انيت هالتراث القديم، انيت لا إله الله من كل شيء، يا يما يحفظكم الرحمن ويرفع شانكم ويرفع بلادنا وملكنا يا رب العالمين. ايش رايك في مهرجان القرية التراثية؟ ما شاء الله طبعا المهرجان منظم واموره حلوه، كل شيء فيه قديم يدل على تراث البحرين، ونحن طال عمرك جينا هني نشوف تراث البحرين، ونحن واحد، خليجنا واحد ونفس العادات ونفس التقاليد، ومنها نكتسب طال عمرك ثقافه جديده في دوله البحرين، والحمد لله على كل شيء الامور طيبه. والجميل ايضا ان حتى اعيادنا قريبه من بعض، الامارات عيدها 2 ديسمبر واحنا 16. عندنا مدينه قريه تراثيه، لكن ان شاء الله هذه اعطتنا فرصه ان احنا ان شاء الله كل عام بنجي ان شاء الله البحرين. رجعتك لايام قديمه هذه القريه؟ قديمه، وانا عجبني البحرين وباذن الله تعالى ما نقطعها.